أهلا بكم بموجز أخبار الجامعات عبر العالم على قناة كونفوس ماروك تي في. عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري أول أمس برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس وأعضاء المجلس. وشهد المجلس توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات والأكاديمي الوطني للتدريب، حيث ينص البروتوكول على التعاون المشترك بين الجانبين لتنظيم برامج تدريب لتنمية قدرات القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس، والتعاون مع مراكز تنمية القدرات بالجامعات لتطوير برامج التدريب المخصصة لأعضاء هيئة التدريس، وكذلك إمداد المجلس للأكاديمية بالخبراء الأكاديميين في التخصصات المختلفة لبرامج التدريب التي تنظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب. قرر مجلس عمداء الجامعة الأردنية في جلسته اليوم تأجيل أقساط قروض صندوق ادخار المواد في الجامعة الأردنية ومستشفى الجامعة وفرع جامعة العقبة بجميع أنواعها والمترتبة على العاملين في الجامعة لشهر أبريل المقبل ودون احتساب أي فوائد نتيجة هذا التأجيل، وذلك نظرا لحلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد. كما وقرر مجلس صندوق الإسكان تأجيل اقتطاع أقساط صندوق إسكان موظف الجامعة لذات الشهر. رفعت الجامعات السودانية الحكومية بصورة كبيرة الرسوم الدراسية المتعلقة بالقبول الخاص بالكليات والأقسام المختلفة، ما أحبط أسرا كثيرة ومهتمين بالعملية التعليمية في البلاد. فمنذ سنوات تسمح السلطات السودانية للجامعات بتخصيص نسبة من مقاعدها لقبول طلاب على نفقتهم الخاصة بالعملة المحلية للسودانيين وبالعملات الأجنبية للأجانب، على أن تستخدم الجامعات ما تجمعه في سد عجز موازنتها. يخضع السفر من المنطقة الأوروبية وإليها إلى قيود حتى إشعار آخر، ويقصد بالمنطقة الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأندورا وأيسلندا وليختنشتاين وموناكو والنرويج والمملكة المتحدة وسان مارينو والكرسي الرسولي وسويسرا. ومع ذلك فإن السفر داخل المنطقة الأوروبية ممكن اعتبارا من يوم 15 يونيو المقبل، ولا يفرض حجر صحي على القادمين من هذه البلدان باستثناء المملكة المتحدة، إذ يدعى المسافرون القادمون من المملكة المتحدة أيا كانت جنسياتهم وبصرف النظر عن وسيلة النقل المستخدمة إلى القيام بحجر صحي طوعي مدته 14 يوم، ويسري هذا التقييد على الطلبة المسافرين والقادمين من بلدانهم الأصلية. بين منتصف مارس ونهاية أبريل تنظم جامعة لافال الكندية حوالي 10 اجتماعات قصيرة لاكتشاف كل من الشعوب الأولى التي تم اكتشافها. ستنتهي هذه السلسلة من اللقاءات بمؤتمر دولي في 4 ماي 2021 تحت شعار الشعوب الأولى، كيف نتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل. سيتم تنظيم الاجتماع الأول لهذه السلسلة الجديدة بداية من الغد الأربعاء على الساعة 10 صباحا بمشاركة باحثين وخبراء. يمكنكم متابعة الاجتماع على صفحة الجامعة بالفيسبوك، لا تفوتوا هذا الموعد المتميز. نهاية الموجز، إلى الغد.